أربعة خمسة الشعب اليوم طنجة تشهد حدثا متميزا خاصا إذ حج إليها من كل ربوع المملكة، حج إليها المغاربة والمغربيات بكل توجهاتهم واختياراتهم ليجتمعوا في صعيد واحد وليقولوا بصوت واحد كفى من هذا الإجرام، كفى من هذا التقتيل، كفى من هذا الإرهاب الذي يمارس على أهل غزة وعلى فلسطين عامة. التقتيل لم يعد يميز بين مستشفى ولا مسجد ولا كنيسة ولا شارع ولا مدرسة، لم يعد يميز بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة. هذا لا يمكن أن يستمر، ولذلك نحن خرجنا اليوم لنقول لا ثم لا لهذا الذي يجري في أراضي فلسطين. الشعور ديالنا لان ما عندنا حتى شي جهد، ما عندنا حتى شي قدره، القلب ديالنا كيبكي الدمع على هاد الناس، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي عنده اليد في هاد الحاجه في هاد اليد هذا كنقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقولوا تحيه للناس فلسطين وغزه، والقلب ديالنا معاهم، كنبكيو الليل والنهار، ما كناكلوا ما كنشربوا ما كننعسوا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا قائمين بها. أنصتوا إلى الشعب، أنصتوا إلى الشعب. فإذا كان رمز الكيان مسيره نحن اليوم في هذه المسيرة التي نظمتها ونظمها أبناء طنجة العالية مدينة الشموخ والإباء. نحن اليوم هنا لنندد بالجرائم في حق الإنسانية التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية بأياد صهيونية. من يقتل الفلسطينيين ويدمر غزة هو السلاح الأمريكي، من يخطط هما الجنرالات الأمريكية. واليوم الكيان الصهيوني يعمل بالعقيدة العسكرية الأمريكية التي تقول إذا أردت أن تهزم جيشا فاضرب المدنيين ثم اضرب المدنيين ثم اضرب المدنيين حتى يستسلم المقاومين. وهيهات هيهات، نحن شعوب نموت أو ننتصر، فالشعب الفلسطيني سيبقى صامدا، سيبقى يشكل البيعه الحاضنه للمقاومه. الاسم الكريم دكتوره وفاء،
الشعب مجتمع ديال طنجة ولا ساكنة طنجة كتندد بالقصف الصهيوني، كتندد بالجرائم الصهيونية، ومدينة طنجة ماشي بعيد عليها دائما مساندة الشعب الفلسطيني، مساندة هاد القوى الحية اللي كتدافع على واحد الشعب اللي هو أعزل، واحد الشعب اللي بقى 16 سنة ولا 17 سنة وهو مقهور ومحروم من جميع الحقوق دياله، والآن العالم بأسره كيشوف هاد الشعب هذا كيتدمر وكيتحرم من جميع الأمور، من الكهرباء ومن الماء ومن الأكل، والعالم يتواضع وكيشوفه. اليوم ساكنة طنجة كتندد بكل ما هو مجازر صهيونية، كتندد بهاد الإبادة الإنسانية، واحد الشعب اللي هو أعزل اللي ما عنده حتى شي إمكانيات. مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين دعت إلى هذه المسيرة في مدينة طنجة، في وهي حلقة من حلقات الاحتجاج والاستنكار التي يقوم بها الشعب المغربي في مواجهة المجازر والمحارق التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب، هذا الكيان الإجرامي الذي يستهدف الأطفال والنساء، يستهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، يستهدف كل المواقع المدنية خرقا وانتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية ولكل القيم الإنسانية. الشعب المغربي من خلال مسيراته ومن خلال وقفاته يؤكد دائما أنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير وطنه ومن أجل استعادة حقوقه الوطنية المغصوبة كاملة غير منقوصة. نريد كذلك من خلال هذه الوقفات والمسيرات أن نقول للعالم أين هو الضمير الإنساني، أين هي المحكمة الجنائية الدولية، أين هو المنتظم الدولي. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تحياتي جميعاً.